الله وبركاته، ازيكم يا جيتو؟ عاملين ايه؟ النهارده حبايبي هناخد لغه عربيه، هناخد ايه؟ لغه عربيه، واحنا عرفنا ان اللغه العربيه بكتبها من اليمين الى اليسار، من اليمين الى اليسار، وعرفنا برضه ان اللغه العربيه بكتبها على ايه؟ على السطر، بكتبها على السطر. طيب حبيبي احنا خدنا الحروف بتاعتنا، وصلنا لحرف الصاد، الحرف اللي بعديه حرف الضاد، الحرف اللي بعديه حرف الايه؟ الضاد. تعالوا كده حبيبي نفتكر بكتب حرف الضاد ازاي؟ نص دايرة وامشي على السطر وما انساش اعمل الزينة بتاعتي واوصل لحد السطر ما اطلع، وما انساش النقطة ايه؟ بتاعتي، وزي ما انتم شايفين ان ده الحرف من اليمين لليسار. طب تعالوا كده نشوف الكلمات بتاعتي اللي على الحرف، عندي ضبع ضبع، ضابط ضابط، درس درس، دروس دروس، ضفدع ضفدع، ضوء. تاني ضبع ضابط درس دروس ضفدع ضوء. وما تلخبطش حبايبي ما بين حرف الدال والتاء والضاد، الضاد مفخم بنطقه الضاد ضاد، بنطقه ايه؟ ضاد. تعالوا بقى كده حبايبي نفتكر اشكال حرف الضاد. فاول الكلمه بيبقى مادة ايد واحده زي ما عرفنا عشان يمسك في اللي بعديه. تعالوا كده نشوف هنكتبه ازاي. هو بشيل طبعا الكرش بتاعه خلاص، وبمد ايده ايه؟ على السطر عشان يمسك في اللي بعديه. طب لو جالي في وسط الكلمه بيمد ايديه الاثنين عشان يمسك في اللي قبليه وايه؟ واللي بعديه. تعالوا كده اهو مد ايده زي ما انتم شايفين، وحرف الضاد بتاعي، وهيمد ايد ايه؟ ثانيه، يمسك في الايه؟ الحروف اللي قبليه والحروف اللي بعديه. طب حبيبي لو جه حرف من حروف رقاصه قبليه هعمل ايه؟ قال لي مش هيمسك فيه، وهيمد ايه؟ ايد واحده عشان يمسك في ايه؟ في اللي بعديه، زي ما انتم شايفين كده. كده مدت ايد ايه؟ واحده. طب لو جالي في اخر الكلمه طبعا ايه؟ هيمد ايد واحده بس عشان يمسك في ايه؟ في اللي ايه؟ قبليه، لان هو خلاص اخر الكلمه، لانه مش هيمد ايد ثانيه في اخر الايه؟ الكلمه. تعالوا كده نشوف، هو مدت ايد واحده يمسك في اللي قبليه بس، وهو اخر الكلمه. طب لو جالي حرف رقاص قبليه مش هيمد حاجه وهيقف ايه؟ لوحده. دي اشكال حرف الضاد. تعالوا كده نفكر ايه الحركات القصيره بتاعتي. انا عارفه الحركات القصيره فتحه وكسره وضمه. تاني حركات القصيره بتاعتي فتحه وكسره وضمه وسكون. تعالوا كده حبايبي نفكر ايه الفتحه بتاعتي، واحنا عارفين الفتحه بتبقى ايه؟ اعلى الحرف. هيبقى حرف الضاد والفتحه بتاعتي اعلى الحرف زي ما احنا شايفين كده. هنطقها ازاي؟ ضاد. هنطقها ازاي؟ ضاد. طب لو كسرة الحرف بتاعي هكتبه برضو، والكسرة بتاعتي تبقى ايه؟ تحتي، فهنطقها ازاي؟ دي. هنطقها ازاي؟ دي. لو الضمة بتاعتي هكتب الحرف بتاعي، والضمة بتاعتي تبقى ايه؟ ربع يكون فوق الحرف، هتبقى جواه صغيرة خالص، هتبقى دور. طب عندي علامة تانية؟ انا عندي فتحة وكسرة وضمة وسكون، واحنا عارفين السكون بتبقى ايه؟ بتبقى دايره صغيره فوق الحرف، بس انا عارفه ان السكون ما ينفعش اكتب الايه؟ لازم حرف قبليه عشان يحركوني، زي احط قبليه مثلا حرف الخاء وهتجي لي مثلا زي كلمه ايه؟ زي مثلا كلمه خضراء، زي كلمه ايه؟ خضراء. طب دي الحركات القصيره هنطقها ازاي؟ ض دي دو خض، ض دي دو خض. تعالوا بقى كده عشان احنا عرفنا ان احنا كبرنا، هناخد حركات اسمها الحركات الطويله. عندي الحركات الطويله ثلاثه حروف للمد، عندي مد بالالف ومد بالياء ومد بالواو. تعالوا كده بقى نكتبوها. ادي حرف الضاد، مد بالالف، وعرفنا ان المد بالالف بيحب قبليه الفتحه. طب هنطقها ازاي؟ ضا. هنطقها ازاي؟ ضا. طب تعالوا كده نشوف الفرق ما بين ضا وضا. عندي ضا فتحه، دي حركه قصيره ما مدتش. طب لو عندي مد بالالف تبقى ضا، مديتي يبقى دوت مد بالايه؟ بالالف. تعالوا كده نشوف بقى المد بالياء. دي انا عملت ايه؟ ميس انت مديتي قوي، انكسرتي. طيب لان المد بالياء بيحب قبليه الكسره،
وبقول ايه دي. طب تعالوا كده نشوف انا عندي الفرق ما بين الكسره ديت والمد بالياء اللي قبل الكسره، تعالوا كده ننطقها. انا قلت دي ما مدتش، طب لو مد بالياء يحب قبل الكسره هتبقى دي. تعالوا نشوف الحركه القصيره تاني، دي دي. طب تعالوا نشوف اخر مد عندنا اللي هو المد بالواو، نكتب الحرف بتاعنا. واحنا عرفنا ان المد اخر حرف اخر مد عندي بيبقى مد بالايه؟ بالواو، وبيحب قبليه الضمه، بيحب قبليه الايه؟ الضمه. تعالوا مع بعض نكتبها، هتبقى دو دو. بمد قوي. تعالوا برضه نشوف الفرق ما بين الحركه القصيره والحركه الطويله. الحركه القصيره دو سكت ما مدتش، انما الحركه الطويله دو مديت. طب تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي زي ما احنا متعودين. يلا مد بالالف دا، طب مد بالياء دي، مد بالواو دو. زي ما احنا متعودين حبايبي ناخد على كل حرف ثلاثة كلمات، وايه ولازم نحفظهم عشان احنا كبار. طب تعالوا كده نشوف الكلمة دي، أنا عندي صورة إيه؟ برافو عليكم، صورة ضابط. صورة إيه؟ ضابط. يلا كده تعالوا نسهلها مع بعض، ض ض، هي طالعة مفخمة كده، بقى دوت حرف إيه؟ الضاد. وقلت ايه؟ ضا. انت مديتي يا ميسي، يبقى مد بالايه؟ بالالف، وانا خدت المد بالالف بيحب قبليه الفتحه. ضا حرف الايه؟ الباء. ضابط حرف الايه؟ الطاء وليس التاء. كلمة ضابط. طب تعالوا نشوف الصورة بتاعتنا الثانية. دي صورة ايه؟ الله يميزها، صورة درس. صورة درس. تعالوا كده بقى نستهجى مع بعض، نقول د د ها. انا قلت ايه؟ د د، ادي حرف الضاد. ويا ميس انت قلتي ايه؟ حركه ثانيه صغيره تحت اسمي، قلتي دي دي، يبقى ايه؟ حركه الكسر. انا ما مدتش، يبقى حركه قصيره. د ر ر حرف الراء. در س س حرف السين. برافو عليكم. يبقى درس درس. طب تعالوا نشوف الكلمة بتاعتنا دي، صورة ايه؟ دروس، مش درس واحد، دي مجموعة دروس. دروس دو دو. خلي بالكم دوت ايه؟ صوت حرف الضاد مش الدال. تعالوا كده نكتبها مع بعض، دو دو، يبقى حرف الايه؟ الضاد. مديت يا نسا؟ انا ما مديتيش، يبقى ايه؟ يبقى حركة قصيرة وهي الضم. دي ر ر، يبقى ايه؟ حرف الراء. روس. يا نسا انت مديتي قوي كده، يبقى دوت مد اللي هو، والمد اللي هو بيحب قبليه الضم. دو روس. هي يبقى دوت حرف الايه؟ السين. تعالوا كده بقى مع بعض نعيد، يبقى ضاد فتحه ضابط، ضاد فتحه ضابط، ضاد فتحه ضابط. طب ضاد كسره درس، ضاد كسره درس. ضاد ضمه دروس، ضاد ضمه دروس. تاني نفتكر مع بعض الحركات القصيرة بتاعتي والحركات الطويلة. الحركات القصيرة فتحة كسرة ضمة سكون. تاني فتحة كسرة ضمة سكون. أما الحركات الطويلة بتاعتي عندي مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو. تاني مد بالألف، مد بالياء، مد بالواو. المد بالألف حبايبي احنا خدين المد بالألف بيحب قبليه الفتحة، والمد بالياء بيحب قبليه الكسرة، والمد اللي هو بيحب قبليه الضم. وخدنا ثلاثة كلمات حبايبي لازم نحفظها مع بعض، عندي ضابط دي فيها مد بالايه؟ بالالف. برافو عليكم. عندي كلمة درس، درس دي الحركة ايه؟ طويلة ولا قصيرة؟ لا يعني دي حركة قصيرة وهي الكسر. طب عندي دروس، دروس عندي حركتين، عندي حركة قصيرة وهي الضم على حرف الضاد، وعندي حركة طويلة وهي ايه؟ المد بالواو وعلى ايه؟ الراء، ومديت في الراء دروس. شكرا يا حبايبي.